أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. إيه لا بقى، لا إيه ما تنضل بركين إحنا هيك يعني. شلون ما بده يجيب لنا حلم المولد على كيفه يعني؟ إيش بعرفني؟ ولك أنا لسه يا دوب قلت له بابا، قال لي عرفان إيش بدك؟ مع وجهك على غرفتك ما في حلم مولد هالسنة. شو صاير له ما بعرف؟ نحن لازم نضغط عليه من قبل شخص بحبه، ما بفضه طلب طاول. بس مين رح يكون هذا الشخص بقى؟ أمي؟ أمي؟ عبدا؟ شفت لي أمي شي وأنا؟ قولي، إيش بكون عطرفيني أنتو هيك؟ أنا ما عملت شي ها؟ عم تفكري باللي عم بفكر فيه؟ طبعاً، ليش هيك شغلة؟ بدها تفكير؟ خلاص مباشرةً تعمل جودة تاعم، بدنا اياك انا وعبادة بشغلة تاعم. بالله، بدكن تدخلوني تبروني بشي قصة ما؟ بدكن تحكوا احكوا من عندكم، انا ما رح ادخل، ما بدكن تحكوا ولا تحكوا. عجبك مجودة؟ قال بابا شو؟ هالسنة ما رح يجيب لنا حلم المولد، بصير؟ نعم، عن جد عم تحكي؟ ايه والله يا مجودة، حتى انا رحت قلت له، عيط علي وقال له روح على غرفتك، قال ما راح يجيب حلم مولد هالسنة ما معه مصاري يعني، بس ما هو المشكلة، المشكلة رفقاتك تحت كلاتهم بطعوا اكلين، ولا انت مالك اكل؟ يا حرام، لا 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 لا. ايه بقى، ما بدي، انا كمان بدي بدل رفقاتي، رايح احكي معه انا رايح. ولك يا عيني عليكي، هذا اكيد ما راح يرفض طلب، هلا اكيد بروح بجيب لنا. لحظة، لوقت ما يجي مجودة لحد هلا، اللي ما حط لايك حط لايك، واللي ما اشترك بالقناة اشترك بالقناة لحتى نوصل 300,000 بأسرع وقت. بعد 300,000 عم بجهز لكم أفكار عن الدراسة، الفصل الدراسي أفكار كتير حلوة، فكلكم خيركم عم تدعمونا حتى نوصل 300,000 بأسرع وقت. لحد الآن مو حط لايك، حط لايك واشترك بالقناة، وتحت بصندوق الوصف حاطط لكم رابط حسابي انستا، ادخلوا كمان تابعوني. هاي ما طلع مجودة من زي الباب. شبك؟ لا تقلي ما وافق وضربك وولعك. ايه ضربني وولعني واروح عند اخواتك، انت صوت كبير ما في حلم مولد. اف تسكرت كل الطرق بشنا هلا. طب عنا حل واحد بس، بدنا شخص ياثر على ابوكي، بدنا شخص ياثر على ابوكي وما يقدر يقول له لا. ومين رح يكون هذا الشخص اللي ما بيرفض طلب؟ قولك وينك شرشبيل؟ وينكم يا ولاد؟ يو صوت مين هاد؟ قولك هاد جدي، اجا جدي اجا. يا عيني عليك، اجا على اجري. خلاص نحن مشكلتنا انحلت، خلاص اعتبروا كل شيء صار بدكم اياه. هلا جدكم الوحيد اللي ابوكم ما بقدر اقول له لا طاول، بس لحتى نعلم جدكم لازم يكون في خطه مدروسه ومحبكه. كلكم تعالوا لعندي حتى افهمكم شلون. مجودة تخو سكر الباب، تعالوا تعالوا. لك وين اولادك ما اجوا سلموا علي؟ ما سمعوا صوت جدهم اجا؟ فعلا انكم عيلة زبالة؟ لا 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 تقولوا لي جدي حبيب قلبي هو عنا، يقضي داخل قلبك يا عمري انت. اهلا اهلا عبادة الملعون، تعال هون تاتا. جدو يا جدو، وانا عم بقول ليش البيت منور يا ميت، اهلا وسهلا. وداخلين كلياتكم ورا بعض هيك دخلة جماعية؟ دخلتكم ما بتطمن طاول، يخرب بيتكم شياطين متنقلة. هاي ايفريبادي، كيفك جدو يا ميت؟ اهلا وسهلا والله، يوم تعرف قد مشتاق لك انا. ها وهي مجودة كمان، تو رح ازعار ترى هون مشتاق لك، تو رح برغيت تو رغم شقيتي تو. جيت جدو جيت، سمعت الصار؟ سمعت؟ لا والله ما سمعت، ايش صاير ليش؟ هات اشوف. ابوي ما بده يجيب لنا حلو المولد قال. شلون يعني ما بده يجيب؟ الشغلة على كيفه ليش؟ شوف هلا شو حعمل لك فيه شوف. ابو عبدة قوم 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 جيب لنا شوي من هذا حلو المولد طعمينا منه قوم، ولا ما جبت؟ سمعت؟ سمعت جدي ايش بده؟ سمعت؟ والله كان بيودي اجيب لك يا جدو، بس ابوي لسه على هلا ما جاب لنا، يمكن ما راح يجيب كمان. شلون يعني ما جاب لكم؟ ما فهمت. ايه وقال ما معه مصاري وما في داعي يجيب هاي السنه. ما في داعي هالسنه كمان؟ لو ايش الحكي عم تحكون؟ انتوش عم بسمع انا؟ مزبوط الحكي اللي عم بسمعه ابو عباده؟ اخ يا اولاد الكلب، وانا قلت دخلتكم ميل الله بالله، في ان بالموضوع يخرب بيتكم. انا بفرجيكم طوبكم، انا بفرجيكم طوبكم. لا والله لا والله، كنت بدي اجيب لهم بدي اجيب لهم، رحت سالتهم قالوا هن ما بدهم، حتى اذا بدك اسالهم. مزبوط ولا لا يا اولاد؟ ايه قول انت اللي ما بدك تجيب لنا. لا بدنا، مين وقال ما بدنا؟ بدنا. ايه وانا كمان جيت قلت لك ضربتني ولعتني وقلت ما بدك تجيب. والله لا تاكلوا قتل، لا تاكلوا قتل، طولوا بالكم. شفت حجي؟ شفت؟ ايه قوم 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 زيجي صفط حلو تاعك، ولا بنزل انا بنقي اغلى صفط بجيبه بخليك تحاسب انت. باش قلت
لا 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 ما تنزل انت، ما تنزل انت وتجيب اغلى شيء. لا 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 خلاص انا قايم بشواربي اجيب لكم هذا صفات، اجيب لكم صفات ومرتب كمان. لا تنزل انت الله يعطيك العافيه. انا بنزل. يلا بابا هات ضيفنا بقى. انا بدي اخذ اول. لا ما حزتوا، انا رح اخذ اول. بدك تمو واقف عندك تفضل، تعال فرجيني ايش جبت هات اشوف. يا سرعتوا يا بركو بركو، ما حدا متطور غيري، انا الكبير فيكم. هات الصفطة عندي، هات انا بفتح وبوزع عليكم هات. لا 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 ما حزرتوا، رقصتوا وكيفتوا وعملتوا اللي بدكم اياه وجبت لكم اياه كمان، بس رح اوزع بمزاجي انا. وهلا مو جاي على بالي اوزع، داخل اخذ غفوه ساعه، بعد ما في جوز اوزع عليكم راح اخذ العلبه واخبيها جنبي عشان ما تفكروا يعني سلبناها عليكم. امي ما كنت جايب شي عليه القيمه، صفطك كله هيك قدهم. شايف عمي؟ شايف ابنك ايش عم بعمل؟ وقت بقول عنكم عالم امنه وانشحه ويحطكم طالعه ما بتصدق. عيفوه يعمل اللي بده اياه. هلا انا بقولكم على خطه شلون ندخل ونسرق العلبه بدون ما يسمع. تعوا كلياتكم لعندي بقى. جبته يا عيني على الله، يا عين يرحم كلام في قبره. ايها هي هي شرشبيل القويه اللي بعرفها انا. تعال عليك بسرعه هات الصفطه هون، خليني افتح اوزع عليكم وناكل عشان لحن نرجعه قبل ما يفيق ويحس علينا. هاتي اوف. ام عبادة وين راحت هي؟ ام عبادة اوف تك، حتى الباب مسكر. انا وقت طحت الباب ما سكرته. اكيد في شي مصيبة، اكيد خبصين شي خبصة، ما في مجال، اكيد خبصين شي خبصة. انك والله بس شي ناهي وريحته بتشق الراس، ولك شرشبيل يخرب بيتك من حالك، ولك حاجة تاكلي الحلو ما قولك بطك ما قولك، حط العلبة بين اجريك ونازل الطرق فيها، ولك حاج قومي رجع العلبة على الغرفة قبل ما يفيق جوزك ويحس علينا. قومي طوى بالك حجي، مستحيل ما اطيبه تنكشفوا ايش في ليش ايش شو هاد. ابو عبادة انا انت لك هذا مو حلو المولد، انا قلت حد يقرب عليه. مين طلع ويعترف بسرعه؟ هيش يا شبيب مرتك رئيسة العصابة، يخرب بيتها من حالها نزل السف، طلع نزل رم، تقول داب بتقول بقرة عم تاكل، حط علبة بين جاي حتى طلع. قلت له بلا ما تجيب العلبة يا حرمي، ما تصير جوزك. ما قال لا انت مالك علاقة، حتى اذا بدك اسال اولادك صح ولا لا يا اولاد؟ صح بدو
اخ يا ولاد الصرامي بسرعه سحبتوا بلدوني لحالي. كذابين كذابين هدول العبادة. ما انا طلعتوا هدول الولاد دخلوا على الغرفه طلعوا واكلوه كمان امان الهه. لا 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 انت سادة عشان شبين انت سادة. ومشان دليل اكثر صفط الحلو بين اجريك مو يا الله على هالصدفه. شكله هذا اجى لحضني بالخطا. كني صار سوء تفاهم. انت روق طول عليك طول بالك. انا بفهمك انا بفهمك طول بالك شوي انت. ولا كلمة. انا ما صدقت تاعي بين ايدي. تعي لا افرجيكي بقى. ابو عبادة ابو عبادة رجع لورا رجع لورا. انت بلاقى فحا ما تلعب ها. رجع لورا ابو عبادة ابو عبادة ابو عبادة ابو عبادة. سجل يا تاريخ واخيرا اجى النهار اللي راح انتقم منك يا ام عبادة. شاهد يا روحك.